السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراق شمس يوم جديدة. وصباح جديد، صباح سعيد، أهلا بحضراتكم على قناتكم على اليوتيوب لو نفسك تخس، وعلى صفحتكم على الفيسبوك لو نفسك تخس. بعد لقاء القاهرة وإيفنت القاهرة اللي كان في 20 أكتوبر 2017، بعد هذا اللقاء وكم الحب اللي شفته جوه الناس وكم ارتباطهم بالصفحة وبالقناة، يعني بجد يعني أبهرني، وشفت حاجات كتير جدا. انتوا ان شاء الله بإذن الله هننزل الفيديوز كلها اللي احنا صورناها مع الناس وكلامهم وإحساسهم الكبير الصادق اللي طالع من جوه قلبهم، لأني الحمد لله رب العالمين كان كلامنا طالع من قلبنا فوصل لقلوبهم. شافونا ان احنا أسرتهم وعيلتهم اللي بتقف في ظهرهم علشان خاطر تشجعهم، شافونا ان احنا عمالين نقول لهم استمروا وكملوا، بياخدوا تشجيع مننا كل يوم الصبح في رسالة الصباح، وبيشوفوا مننا تشجيع مستمر من خلال الصفحة كل لحظة، وكل رسالة بتجيلك على الماسنجر بالفيسبوك بتقول لك كمل واوعى تقف. شافوا ان الصفحة والقناة الحاجة او الام اللي ماسكين فيها بايديهم واسنانهم مش عايزين يسيبوها. الناس دي كانت مستنية ان هي حد يقول لها ان انت بطل، بطل قدام نفسك لانك بدأت تتغير من نفسك، وهو ده اللي انت محتاجه. محتاج تكون بطل، بطل زي اي بطل كده بيلعب لعبة وبيفوز فيها ويقول لك ده بطل الجمهورية في كذا، او ده بطل العالم في كذا، او ده بطل النادي. انت بقى هتكون بطل نفسك، بطل نفسك اللي عايز يغير من نفسه، وده اعظم جهاد، جهاد النفس. خليك بطل حتى ولو يوم. شوف الفرق ما بين التزامك بيوم، زي ما احد الاعضاء قال في الايفنت، شوف الفرق ما بين التزامك في يوم وعدم التزامك في يوم. شوف ده في اخر اليوم احساسك بيبقى عامل ازاي، بيكون احساس قوي ان انت بطل، قدرت تتغير من نفسك خلال اليوم ده، قدرت ان انت تجاهد نفسك في خلال يوم. تخيل بقى لو كنت بطل اليومين، وبطل 3 ايام، وبطل اسبوع، وبطل شهر، هتلاقي ان النتيجة هتفوز بالكاس، كاس التغيير، اللي هو لما تطلع على الميزان كده وتشوف نفسك بتتغير، لما تيجي تلبس هدومك وتلاقي ان الهدوم بتاعتك وسعت، هو ده ناتج ان انت بقيت بطل، بطل قدام نفسك وقدام الناس كتير قوي. ان انت كنت يعني بتقول على نفسك ان انت، او انت بتقول لهم دايما ان انا هتغير وهعمل دايت، وهم بيفضلوا مستنيين لدرجة ان هم ابتدوا ان هم يعني كل ما بتقول لهم ان انا خلاص قررت اعمل دايت يقولوا لك دايت ماشي كده، اللي هو يعني انت ايه مش هتعمل. لكن صدقني من غير كلام كتير، من غير اي حاجة، ابدأ وخد القرار. مش شرط ان انت تقول ان انت بدأت، لكن ابدأ مع نفسك، كن صادق مع نفسك، ابدأ وخليك بطل نفسك. صدقني لو بقيت بطل نفسك هتلاقي حاجات كتير قوي بتتغير، حاجات كتير قوي بتتغير، مش بس في شكلك ولا في جسمك ولا في تفكيرك ولا علاقتك بالاكل، حاجات كتير قوي في حياتك هتتغير. اللي انا شفته في الايفنت واللي انا شفته من الناس والابطال اللي احنا ما كناش ملاحقين ان احنا نعمل معاهم لقاءات علشان خاطر نوريكم قد ايه الناس دي اتغيرت، ناس كتير جدا. شفنا ناس جات من طنطا، وناس جات من المنصورة، وناس جات من الأسيوط، وناس جات من المنيا، ناس كتير كانت جاية، ناس من القاهرة، ناس كتير كانت جاية علشان خاطر تتشجع. ناس كتير لقت ان الصفحة والقناة هي يعني الأم اللي رايحين يزوروها، الأم اللي جمعتهم والأسرة والعيلة الكبيرة. طبعا في ناس هتقول لي يعني قناة اليوتيوب، هقول لكم ان انا فوجئت امبارح ان كان عدد كبير جدا، او اول امبارح ان عدد كبير جدا من الناس دي كانوا داخلين على قناة اليوتيوب وعرفونا من خلال قناة اليوتيوب. الناس دي كانت داخلة تدور على اكل، كل ده هتشوفوه في الفيديوز. الناس دي كانت داخلة تدور على طريقة عمل مش عارف الكنافة، اللي داخل طريقة عمل صوص ايه كده، لقيتنا في وشنا، لقيت مصطفى علي واقف في وشهم بيقول لهم خسوا يا عم انت. فسبحان الله ربنا بيسبب الاسباب علشان خاطر ان احنا نشجعك. عشان كده النهاردة انا جاي اقول لك خليك بطل، خليك بطل قدام نفسك عشان خاطر ده هيغير لك حاجات كتير قوي في حياتك.
الحاجه التانية اللي عايز اتكلم فيها الا وهي ان ان شاء الله باذن الله الناس اللي متابعه معانا في المسابقه الحاليه اللي هي مسابقه عيشها بسعاده بدون دون زياده، ان شاء الله المسابقه هتخلص نهايه الاسبوع ده. احنا هنعمل ان شاء الله باذن الله مسابقه صغيره مدتها اما اسبوع او 15 يوم لسه هنحددها. المسابقه دي هنسميها مسابقه اسبوع التحدي او 15 يوم التحدي حسب المسابقه. احنا هنحاول ان احنا يعني نتعامل بثقه مع الناس، بمعنى ان احنا ان شاء الله باذن الله هنقدم جوائز، ممكن يعني نعمل لك كده مجموعه مج مع شعار الصفحه مع شويه حاجات كده هديه ليك لو انت التزمت الاسبوع او الاسبوعين دول. طبعا انت هتشارك بيها، هنبعت هننزل ابلكيشن اللي هو تملى الابلكيشن خلاص وتشارك كل يوم، يعني هنقول التفاصيل بالكامل يعني ازاي تشارك في المسابقه دي. والمسابقه دي اعتقد يعني ان هي هتكون بدايه جيده لاي حد عايز يبدا، وهتكون دفعه قويه لاي حد مستمر معانا في المسابقات او ان هو يعني كان بيتدلع شويه. الهدف من كل ده ان احنا نشجعك. طيب احنا هنضمن ان الناس ازاي تقول لنا ان هي صادقه؟ احنا بنتعامل معاك بصدق، فانت اوريدي هتتعامل معانا بصدق، واللي هيقول ان انا حققت نسبه كبيره من نزول الوزن ده اللي هياخد الهديه. هنعمل اربع هدايا لاربع فائزين، ممكن نخليهم خمسه، خمس هدايا لخمس فائزين، ويا ريت ان ان شاء الله يعني اللي يفوز يكون نقدر نوصل له، يعني حتى لو في بلد تانية ممكن نبعت له الحاجه مفيش مشكله، نبعتها مع اي حد مسافر. ولكن احنا يعني كل اللي احنا عايزينه منك او هدف المسابقه دي ان احنا ندي لك الدفعه الاولى لو انت هتبتدي، ندي لك الدفعه الاولى، ودي اهم حاجه، اهم نقطه اللي انت عايز اللي انا عايز اوصلها لك النهارده، ان اول يعني اول طلعه دي بتكون يعني ايه تقيله على كل واحد. عشان كده تلاقي واحد مثلا قاعد بقاله كتير في البيت، يعني ممكن تلاقي في ناس مثلا ايه قاعده في البيت صاحي قرفان مش قادر انزل مش عارف ايه مش قادر اتحرك وهكذا، بمجرد ان هو نزل مثلا نسي الموبايل بتاعه في العربيه، نزل الشارع شم ريحه الهواء بتاع، قال لك لا ده انا انزل اتمشى بقى. هو ده اللي انا عايز اوصله لك، عايز اوصله لك ان جواك طاقه كبيره جدا، طاقه كبيره بس الدهون مقعدك شويه، زي ما كان قال الدكتور مصطفى محمود كده ان الانسان خلق من طين، وعشان كده دايما بيحب القعده، بيحب ان هو دايما يعني ايه روحه تروح للحاجة اللي هو منتمي ليها اللي هي الأرض، لأن احنا خلقنا من الأرض نفسها يعني. وبالتالي الفكرة كلها إن احنا عايزين نديلك الانتعاشة، الدفعة. الدفعة إن أنت تقوم بقى، تقوم وتنهض كده وتغير من نفسك وتنفض الغبار اللي أنت محطوط عليك كده والكلام ده، وقوم وغير من نفسك، غير من نفسك عشان ده اللي هيفرق معاك. الدفعة الأولى إحنا هنديها لك من خلال مسابقة التحدي إن شاء الله بإذن الله. طيب أنتوا هتحسبوا المسابقة إزاي؟ ممكن ناس تشارك 180 كيلو وناس تشارك 80 كيلو. إزاي هتحسبوا ده؟ هنحسبها نسبة وتناسب. نسبة وتناسب نزولك من الوزن قد إيه؟ يعني مثلا هنحسبها تقريبا أنت محتاج تخس 10 كيلو وده محتاج يخس 100 كيلو، خلاص؟ لو أنت خسيت كيلو وهو خس 10 كيلو يبقى أنتوا الاتنين زي بعض بالظبط، في فرق صفر ما بينهم، نسبة وتناسب. إن شاء الله هنظبطها بحيث إن الناس تتشجع. الهدف من المسابقة مش إن أنت تاخد جايزة، ولكن الهدف من المسابقة إن إحنا نديك الدفعة الأولى. الهدف من كل الصفحة ومن القناة ومن الطلوع كل يوم إن إحنا نفضل واقفين في ظهرك على طول، مستمرين في دعمك بشكل مستمر، وعشان كده أنا بقول لك حاول أنت كمان تدعمنا. تدعمنا بالتزامك، تدعمنا دايماً إن أنت تخلينا نوصل لكل الناس اللي محتاجانا. في ناس كتير قوي ما تعرفناش، في ناس كتير قوي يعني كل يوم في شخص لا قدر الله بيصاب بمرض من امراض السمنه، انت ممكن تنقذه من خلال ان احنا توصلنا ليه. اي حد انت تعرفه اعمل له تاج، اعمل له يعني خد اللينك وابعته له وقول له بص على الناس دي، يعني صدقني ممكن بالخطوه الصغيره دي منك، خطوة أنت شايفها صغيرة، إن ده ممكن تغير حياة بني آدم بالكامل. ناس كتير قوي في الإيفنت قالت لي إن إحنا شفنا الصفحة والقناة صدفة. طيب إحنا بقى لو ابتدينا نساعد الناس
حتى الناس اللي ما عندهاش فيسبوك او اليوتيوب او اي حاجه من دي او ما عندهاش انترنت، اطبع لهم الورق واقول لهم واقعد معاهم واقول لهم ان انت تقدر ان انت تتغير، تتغير ويتغير من نفسك، اقرا تثقف، حاول ان انت تساعد الناس وتقف جنبهم علشان خاطر ده هيشجعك وهيكون وسيله كبيره جدا لتشجيعك وتشجيع نفسك. ولما انت تشجع واحد قدامك ويتغير قدامك انت هتتكسف من نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، هو ده اللي انا عايز اوصله لك. حاول تشجع غيرك عشان غيرك ده هتلاقيه هو بيشجعك وهتلاقي الخير اللي انت نشرته بيرجع لك تاني. اسعد الله صباحكم بكل خير. بشكر كل واحد حضر الايفنت، بشكر كل واحد شاف البث المباشر من الايفنت وكان سعيد. بشكركم على سعادتكم بينا، بشكركم جدا جدا. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو انت بتشوفنا على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد، وكمان تشوف الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا. ولو بتشوفنا على قناة على صفحتنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل تاج لصاحبك اللي محتاج. أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.